هلا بالحلم وينك من زمان يا حلاتك وانت متحقق بدي كان ما بيني وبينك امتحان هانت ظروفه وعدى كل شيء عدى كل شيء يا هلا بالحلم وينك من زمان يا حلاتك وانت متحقق بدي كان ما بيني وبينك امتحان هانت ظروفه وعدى كل شيء عدى كل شيء من نويتك وانت في بالي هدف والسعي لك عمره ما يوم وقف في حياتي ما تعودت الصدف ما يخيب اصرار نابع من شغف من نويتك وانت في بالي هدف والسعي لك عمره ما يوم وقف في حياتي ما تعودت الصدف ما يخيب اصرار نابع من وبالطبع طلابنا اليوم أصحاب الرايات الخفاضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. We are happy to have you here with us on this special occasion. It will be unforgettable moments as we share the joy of achieving goals and celebrating success together. Wishing you a delightful time filled with celebration. Today, we gather here to celebrate our hard work, dedication, and achievements. Let's cherish this moment and embrace the bright future that lies ahead. دعونا الآن نستقبل الطالبان التمزغيلات والطالبة ياسمين العكش لقراءة القرآن الكريم من صف كيجي العكش ياسمين العكش من طلاب كيجي 1 فليتفضل. جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
دعونا الآن نستقبل مستشارة أكاديمية مديرة روضة ومدارس أكاديمية دفع الفاضلة من سوسن العبادي بكلمة منها لجمهور الكريم. جوانب حياتنا المعاصرة،
فكانت برامجنا مبنية على معايير عالمية. وأما المسابقات وكثيرة هي في أكاديمية دفا، والحمد لله سواء كانت في المدرسة أو في الروضة، فكانت لتعزيز قيم ديننا الحنيف كمسابقة القرآن الكريم، وكانت الأخرى تهدف إلى تعزيز ثقة أطفالنا بأنفسهم وتسليحهم بمهارات التميز كمسابقة سبيلينج بي ومسابقة قراءة القصة وغيرها الكثير. ثم كانت هناك أنشطة متنوعة تغرس في كل مرة مكونا من مكونات الهوية لدى الأطفال، فاحتفلنا باحتفالات كثيرة منها معركة الكرامة والمولد النبوي الشريف. ثم بعد ذلك كان احتفالنا وشوقنا في شهر رمضان المبارك والاحتفال بذكرى استقلال وطننا العزيز الشامخ الأردن. لقد نمت جذور رسالتنا عندما وفرنا لهم محضنا تربويا آمنا يراعي احتياجات الطفل كافة ويلفهم بالأمان من خلال بيئة تضمن له الرفاهية، ومن خلال ثلة تتمثل بكادر مؤهل يتم تطويره تطويرا مهنيا على الدوام. وما كان لجهودنا أن تثمر لولا دعمكم وتعاونكم معنا، حيث دعوتمونا من خلال تواصلكم المستمر عبر جميع قنواتنا المتاحة لكم بالتواصل معنا. فلكم منا الشكر الموصول على جهودكم التي توجناها بهذا المجهود وهذا الاحتفال، وبباقة من الإنجازات التي تصب في تحقيق رؤيتنا وطموحاتنا، وإيمانا منا بأن التربية والتعليم هي أدوات صناعة المستقبل والتغيير، فترانا كالماء العذب يتجدد السائرون نحو التطور المرموقي بأطفالنا في دعمنا لمواصلة المراحل الأساسية في تربية وتعليم هذا الجيل الفريد، جيل التغيير. ونحن واثقون من النجاح فيما هو قادم تماما كما نجحنا فيما مضى. أما إن سألتم عن سر نجاحنا، فسر نجاحنا كوكبة من المعلمات اللواتي حملن على عاتقهن صياغة مستقبل هذه الأجيال. وسر نجاحنا أيضا وجودكم وجهدكم ودعمكم لأطفالكم، فمعنا فكنتم معنا في غرس القيم والمبادئ في نفوس أطفالكم، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فإن كنا اليوم نستودع اليوم أطفالكم الذين نزلوا منا بمنزلة أبنائنا، فإننا نوصيكم بهم خيرا أن تكملوا ما بدأنا به، وحافظوا على ملامحهم مهما انخرطوا في المجتمعات ومهما تخطفتهم الأضواء والإنجازات. ردوا عليهم قيمنا وأخلاقنا مهما باعدت بينها وبينهم التحديات. والكلمة الآن لأطفالنا أحبتنا أطفال أكاديمية دفا، تقبلناكم بيد مفتوحة وقلوب خفاقة، واليوم نودعكم بأيد دافئة وقلوب طواقة. سيروا وعلم الله ترعاكم، عروبكم الفلاح وموكبكم أفراح، تحفكم ابتهالاتنا وتزقكم دعواتنا بأن تكونوا فوجا ميمونا مباركا ما دامت السماوات والأرض، وبوركتم وبوركت اليد التي ترعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله. الآن بعد الكلمة البسيطة اللي وجدتكم، حابة أكثر لمديرة مدرسة أكاديمية دفا أستاذة عبير. طبعا أول مديرة للمدارس، إحنا بتعرفوا أول سنة بنفتح المدارس، فكانت أول مديرة وأبدع في هذه السنة، بحب صراحة أكرمها في حفلنا، وحتى نتعرف عليها عشان أولادكم إن شاء الله تعالى إنهم يكملوا عندها يكونوا عارفينها. فأهلا وسهلا، تفضلي أستاذة. Thank you.
الفاضلة سوسن العبادي، معلمات الفاضلات حضور
كنتم هي السبب والدليل معلمات الفاضلات. شكرا لكم من القلب. حيث لله العلم والعناية والاهتمام. والآن تتعالى أصوات وتمتشي العبارات تحرك الأنامل لتخطى كلمات تبقى في قلبي أجمل ذكريات. ولا أملك إلا بضع كلمات لأزمة أهم وتهنى بك. It's a graduation time now. It's both an ending at the beginning. It's time to start dreaming big and make our moms and dads proud. On this special day, I would like to thank Mom, Dad, and Dafa for everything. I'm ready and all set to start my next journey. وبالرغم من انزعاج أولاد الحاج ياسين من هذا الرجل،
إلا تمام على مدى الإحسان. وفي يوم من الأيام كان أحمد عائدا من المدرسة، ووجد أهله خارج المنزل يبكي، فسأله: ماذا بكم؟ فقالوا له أن الرجل الغريب قام بطردهم من منزلهم وهددهم أن يؤذيهم إن لم يرحل. لقد قاوم شعب فلسطين في ذلك الوقت من الداخل والخارج، وجاهدوا بأنفسهم وكل ما يملكون، ولكن اليهود آنذاك كانوا يملكون الأسلحة ويقتلون الأطفال والنساء الأبرياء العزل بوحشية ويدمرون بيوتنا. آخ، لقد قاوم شعبنا قدر استطاعتهم. شدوا بعضكم يا عرب مصر، شدوا بعضكم، ما ودعتكم معنا في مصر، ما ودعتكم، عوالي صيني نشتر بالحيد عوالي صيني. إلى متى سنقاوم هذا الاحتلال يا جدتي؟ سنقاوم ما دمنا على قيد الحياة إلى آخر مسلم فينا. ولكنهم يدعوننا إلى السلام معهم يا جدتي، هل نصدقهم يا جدتي؟ وهل نصدق أحدا يأخذ خيرات بلادنا ويستولي على أرضنا ومزارعنا ويهدم منازلنا، بل ويمنعنا أيضا من أن نصلي في المسجد الأقصى المبارك؟ سنعود قريبا يا أبنائي، سنصلي في المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنعود إلى بيوتنا وأرضنا وقدسنا، عروس كرامتنا وعروبتنا. ولكن كيف ستعود القدس لنا يا جدتي؟ ستعود القدس يا بني عندما نعود جميعا إلى منهج الحق، منهج القرآن الكريم والسنة، عندما يجتمع المسلمون على راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ستعود عندما تجتمع قلوبنا على قلب رجل واحد. ستعود بإذن الله بكم، بجيلكم أنتم، يا جيل النصر المنشود، أنتم أمل هذه الأمة، أنتم من ستحملون راية النصر القريب. لذا يجب يا أبنائي أن نعد العدة لهذا اليوم المنشود. بسواعدكم يجب أن نتوحد ونكون يدا واحدة متفين على راية الحق ومنهج القرآن. نحن على العهد باقون، سنقاوم حتى يعود الحق لأصحابه، سنتحد على راية الحق ومنهج القرآن. للميلاد. لم يكن يوما عاديا أبدا، بل كان يوما مليئا برد الاعتبار واحترام الراية والرغبة في النصر لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، يوم إعادة الهيبة ونصر لسنين مغبرة بالغيظ والكرامة
لقد صمت العالم عن أولى القضايا، لكن أصحابها لم يصمتوا أبداً، بل دافعوا وجاهدوا ورفعوا رأسهم عالياً محلقين في سماء غزة الأبية، أحراراً منتصرين، مجاهدين ملتفين حول راية الإسلام. فاليوم نقف جميعاً تحية ودعاء لهم لأن يرحم شهداءهم ويربط على قلوبهم وأن يجعل النصر المبين قريباً على أيديهم.
Oh,
performing in class of KG2 with a teacher, teacher Sara, will present the Garden of Hope, inspired by the six thinking caps. They will show us the importance of hope, unity, and creative thinking, as well as the value of being curious. These values are essential for working together towards a bright and peaceful future for Palestine. I can do anything.
سئل نابليون كيف استطعت أن تولد ثقة في نفوس أفراد جيشك؟ فأجاب: كنت أرد ثلاثا على فلك. من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. لذا لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء. الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على عزيمة المرء وإصراره، فبالعمل والجد والإصرار والإرادة والقوة يصنع المستحيل. والمستحيل في جيلنا ليس مستحيلا أبدا، بل هو أمل قريب ليس إلا. نستقبل الآن صفيجة نرمين دورفة كلاس. التي تعلمنا معنى الحياة
التي ستقوم فقط بهمتنا. نستقبل الآن أطفال كي جي 1.
الطالب زين
المراشد. Yeah.
الطالب جاد محمد أبو جمع. الطالبة مريان إياد الحسبان. الطالب عبد الله محمد عطية. الطالب راشد أحمد غنيتي. الطالبة رانيا أكرم السما. الطالب فارس محمود أبو طالب. الطالب تيم علي جوزف. الطالبة شام مؤيد الفوال. الطالب سالم محمد روبي. الطالب راشد محمد حموري. يحيى عمر الهزايمن. من نويتك وانت في
جديد. انتهى عملي وبدأ أعمل. انتهى أمل وبدأ أعمل. فمدحت الأمل والأمان بسواعد مؤمنة خالصة لوجه الله تعالى، أجمل وأفضل وأعلى مقاما في الدنيا والآخرة. هم خريجين الآن من طلاب كي جي ون يتوجهون إلى المسرح لاستلام شهاداتنا مع معلماتهم الرائعة. أرجو التزام بالمقاعد عشان كل ياخذ حقه التصوير. لو سمحت عارف ايش هسوي، لانه انت مقفل الكاميرا. طلاب كي جي ون طبعا بعد التسليم بدنا من التسليم. كي جي ون هلا تسليمه سيبهم من هناك بس هلا تكريم. عفوا في تليفون مفقود على الكراسي ابدا. Thank you.
معلمة رنا خلص؟ رنا؟ المعلمة المبدعة والجهد المجهول مس أماني فواعية. المعلمة رنا خلف. فرح صالح حسين. دعونا الآن نسمع طلاب كي جي 1، طلاب مس آية، شنن سامح الكل، شنن سعد دويكات، خليفة، فاروق فارس الدراب، فارس شادي طرانه، برة عبدالله الحقود، مالك أشرف أبو مدهول، آدم عبي سامي الزلال، زين أحمد البحيري، غالية عمر المجالي، ريحانة محمود دانيال، شهم حاتم أبو ليلى، نور أيمن العبيني، بغداد محمد البلداوي، توفيق أحمد الشربيني، طلاب صف بن تسليم، سارة غسان عبد الله، ريان مصطفى حميد، سلمى سعد السموري، أمينة أحمد عفار، ماريا أحمد اللالا، أمير سعد البنا، ورد معاذ هواوشة، ياسمين حمزة العرش، العكش، إبراهيم علي مقصوصي، فاروق التميمي، بيت سلطان قصاوي، طلاب صف كسرى، جيدة عبد الرحمن حامد، ريم حمزة شهوان، جواد عمار أبو الغنام، كرم عمار رمضان، لالا محمد القدسي، محمد أنس سلهر، ميرال شعبان حمام، نشمي محمد البيضين، ريان نبيل الجوهري. طلاب صف مس لبنى محمد صديق أسامة المومني، سما زبيد أطياف، مريم بيازيد، محمد مهند الياسين،